السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم رياضيات للصف الثالث الابتدائي، عندي اختبار الفصل الثامن صفحة 159، أجد ناتج الضرب. أولا 9 في 0 صفر، أي عدد نضربه بصفر ينزل صفر. 2 7 في 1 7، 3 6 في 8 48، 4 7 في 4 28، 5 8 في 10 80، 6 9 في 9 81. 7 يقرأ سامي 3 قصص كل يوم، كم قصة يقرأ في الأسبوع؟ فايش أقول؟ أقول 3 في 7 يطلع لنا 21، لأن 7 عدد أيام الأسبوع. 8 ما عدد أقدام 8 زرافات؟ نقول 8 في عدد أقدامهن 4، 8 في 4 32. 9 3 في 7 21، 11 5 في 4 20، 10 5 في 6 30، و 12 6 في 0 0. أجد ناتج الضرب 14 8 في 4 32، و 15 2 في 4 8 و 2 في 2 4، 16 3 في 2 6، و 3 في 1 3، 17 41 في 2 2 في 1 2 2 في 4 8، 17 5 في 1 5، و 5 في 1 5، 19 1 في 7 7، و 1 في 6 6، 20 10 في 6 60، 21 3 في 3 9، و 3 في 2 6. أجد ناتج الضرب بطريقتين مختلفتين، 3 في 5 في 2، فش أقول؟ 3 في 5 15 في 2 يطلع لنا 30، وهنا 5 في 2 يطلع لنا 10، وهنا 5 في 2 يطلع لنا 10، نقول 10 في 2، 3 في 5 نقول 15 في 2 يطلع لنا 30، وهنا نقول 5 في 2 10، 4 في 2 6، نقول 4 في 2 في 6، 4 في 2 يطلع لنا 8، ونقول 2 في 6 يطلع لنا 12، إذن 6 في 8 48، و12 في 4 48. زين. سادسا اكتب العدد المناسب 24، 6 في جيت 6 في 2 12 في 2 24، 25 7 في 6 42 في 1، 26 يتسع الوعاء الواحد إلى 11 لتر من الماء، هل تتسع 5 أوعية إلى 60 لتر؟ نضرب 11 في 5 يطلع لنا 55، إذا نقول لا تتسع 5 أوعية.